عروض قصر الأواني على قوالب الكيك والصواني، عروض حلوة جدا نازلة هنا نصف السعر هنا يا جماعة. ده قالب كيك 12 خانة قلب متحرك نازل من 23 ريال ل 12 ريال، 47%، 47%. ده السعر هو. هنشوف بقى مع بعضينا قالب الكيك المتحرك ده نازل، ده اللي هو الـ 12 خانة نازل عرض حلو جدا، يعني 47% قريب من نصف السعر. كمان في هنا صينية كيك مشرشر نازلة 68%، نازلة من 25 لـ 8 ريال. وفي صينية كيك مشرشر برضو 32 سنتي، الأولانية دي اللي هي 8 ريال دي 20 سنتي نازلة 68، الـ 20 سنتي دي نازلة 68% من 25 8 ريال، والـ 32 سنتي دي نازلة من 44 لـ 15 ريال. نشوف مع بعضينا دي الصواني اللي هي نازلة اهي يا جماعة بـ 8 ريال وبـ 15 ريال. أكيد الكبيرة دي، الكبيرة دي هي أكيد اللي نازلة. لا مش هي دي، عايزين نشوف النوع اللي هو نازل ده بـ 44، ده ممكن تكون دي. يعني في اللي هي 30 ريال، في 30 ريال دي اللي هي، بص دي اللي نازلة 8 ريال، دي نازلة هي من 25 لـ 8 ريال. دي التانية بقى اللي هي 44 ريال نازلة، الـ 44 ريال نازلة 15 ريال، دي حلوة جدا يا جماعة، خصم حلو جدا، 65% دي ممكن تكون دي، دي بقى مكتوب عليها 45 سنة كيك مدور دي. نشوف، عايزين نشوف طبعا دي صواني الكيك، والنوعين دول هما اللي نازلين عرض. في واحدة نازلة من 25 لـ 8 ريال، وفي واحدة 44 نازلة 15 ريال، يعني عرض حلو جدا. في كمان عرض هنا صينية كيك مدور 24 ملي نازلة من 32 لـ 10 ريال، 68% خصم، 68% خصم اللي هي دي اهي، 32 ريال نازلة 10 ريال، صينية كيك مدور. وطبعا يعني تحس ان هي تقيلة كده، يعني حاجة حلوة غير اللي احنا بنشوفه. 5 ريال بتلاقيه خفيف، تلاقي الخامة بتاعتها خفيفة. يعني في برضو هنا صينية كيك مدور 26 ملي نازلة من 34 لـ 12 ريال، 12 ريال. دي صينية كيك برضو، الناس اللي محتاجة الحاجات دي عروض هايلة جدا، نازلة من 34 اهي، 34 نازلة 12 ريال. في برضو هنا قالب كب كيك 6 خانات مدور نازل 50% من 22 نازل 11 ريال، من 22 نازل 11 ريال. ده اللي هو قالب كب كيك، ده 6 خانات اهو، 6 خانات برضو عرض حلو جدا، 50%. برضو هنا يا جماعة صينية كيك 6 عيون نازلة 65%، عروض قوية جدا جدا في الصواني دي اهي. برضو دي نازلة من 49، من 49 نازلة 9، من 49 نازلة 17 ريال، نازلة 17 ريال. في قالب صامولي فرن نازل، قالب صامولي فرن اللي هو ده، قالب صامولي فرن، ده اللي بيتعمل عليه العيش الصامولي بقى اللي هو شكله كده. قالب صامولي فرن نازل من 54، شايفين سعره اهو، ده قبل العرض، نازل من 54 لـ 19 ريال، يعني نازل 64%، 64%. عروض قوية جدا وعروض رهيبة بصراحة، يعني في قوالب الكيك والصواني دي. في هنا قالب كيك مثلث بقفل نازل 50% من 32 نازل 16 ريال، ده اللي هو ده، ده يا جماعة ده قالب كيك بقفل نازل 50% من 32 نازل 16 ريال. كمان برضو هنا
في قالب كيك مستطيل ألمونيوم 27 ملي، نزل من 12 ريال ل 8 ريال، يعني 33%. ده 33%، ده اللي هو ده ألمونيوم، ده ألمونيوم، قالب كيك ألمونيوم 27 ملي. طيب يعني هنا عروض قوية جدا في صواني الكيك. في برضو هنا بقى الصواني الزجاجية، الصواني الزجاجية هنا دي صينية زجاجية كالدو بسلة 2 لتر و700، نازلة 66%، نازلة من 148 إلى 49 ريال، اللي هي دي صينية في سلة زجاجية. برضو هنا دي 1 لتر و600، دي أصغر شوية، الحجم بتاعها أصغر شوية، نزل عليها عرض 66% برضو، من 99 نازلة 33. الحاجات دي يعني غالية شوية عن التانية. طبعا اللي هنا خلصت. نشوف برضو دي صينية زجاجية بسلة واحد، يعني نفس اللي احنا شفناها، دي نازلة من 115 ل 39 ريال. برضو في هنا واحدة تانية برضو صينية زجاجية كالدو بسلة 3 لتر و200، نازلة 67%، نازلة من 149 ل 49 ريال. عروض قصر الأوان يا جماعة، عروض حلوة جدا. صينية زجاجية كالدو برضو كالدو بسلة 1 لتر، نازلة 66%، من 99 نازلة 33 ريال. في برضو هنا دي 2 لتر و200، نازلة من 135 ل 45 ريال، 45 ريال. كمان في برضو في القسم ده يا جماعة هنا قدر مندي إزاز كالدو برضو مدور، نازل من 139 ل 25 ريال، 82%، الله أكبر، يعني نسبة كبيرة جدا، نازل من 139 ل 25 ريال. ده قدر مندي، قدر مندي ده شكله هو يا جماعة، ده زجاج أو إزاز، ده قدر مندي من 139 نازل 25 ريال، نسبة الخصم 32%، 32%. طيب في برضو هنا قدر مندي إزاز برضو مدور كالدو، ده نازل 70%، نازل من 164 نازل 49 ريال، 49 ريال. ده قدر مندي زجاج او ازاز، او ازاز. في برضو من العروض اللي هنا يا جماعة، في برضو طقم صواني كالدو مش عارف انا اتصل ولا غلط، طقم صواني كالدو زجاج كيك 2 حبة، نازل 70% برضو، من 55 نازل 16 ريال، اللي هما الاتنين دول مع بعضيهم، الاتنين دول مع بعضيهم. ده طقم صواني زجاج للكيك 2 حبة مع بعض، هو نازل من 55 ل 16 ريال، يعني نازل خصم 70%، نازل خصم 70%. خصومات حلوة جدا في القسم ده. كمان في نازل برضو هنا خصم حلو جدا، هو 64%، زبدية فرن مطلي كالدو برضو، نازلة من 59 ل 21 ريال، 59 نازلة 21 ريال، زبدية فرن مغطى 64%، من 59 نازلة 21 ريال. اهي دي شكلها، الشكل بتاعها هي دي زبدية فرن، بتحط في الفرن يعني زي ما احنا شايفين اهي قدامنا، هي نازلة خصم حلو جدا، خصم حلو جدا جدا في قسم الأواني، قسم الصواني صواني الفرن يعني، وقوالب الكيك، قوالب الكيك. شوفنا احنا كل الحاجات دي، يعني عروض حلوة جدا جدا في هذا القسم في قصر الأواني. عروض يعني واصلة ل82%، وزي ما احنا شوفنا 82%. شوف برضو لو في حاجة هنا، في برضو هنا عروض على ده كرسي نار استلس، ده نازل من 92 ل 45،
دي حاجة اسمها كرسي نار كده ستانلس، 51% من 92 نزل 45. برضو هنا ده برضو نفس الكلام مكتوب هنا، كرسي نار ستانلس نزل من 90 ل 42. ده شكله هو يعني، الناس برضو تعرفه من شكله. هنا ده مستطيل نزل 53% من 76 ل 35 ريال. هنا دي حماصة قهوة استلس صغير نازلة 51% من 39 نازلة 19 ريال، أو المصفى يعني، دي مصفى يعني، شكلها يعني مصفى اهي. وعاء تحميص قهوة، تحميص قهوة، وعاء تحميص قهوة ده شكله هو، نازل برضو عرض حلو جدا، من 39 نزل 19 ريال، 51%. وبرضو هنا موقد حطب استلس، ده موقد حطب استلس ده نزل من 55 ل 29، 47%. وده شعال فحم برضو بيد خشب نزل من 30 ريال ل 17 ريال. في برضو حاجات هنا، دي فرشة تنظيف حديد، فرشة تنظيف يا جماعة دي للتنظيف، نازلة من 20 ريال ل 8 ريال اهو. دي 53 ملي نازلة 60% من 20 ريال ل 8 ريال، من 20 ريال نازلة 8 ريال. دي كلها فرش تنظيف، ولكن بيختلف بقى ايه حسب الحجم. يعني دي 53% نازلة 60% من 20 ل 8 ريال، وفي فرشة تنظيف حديد 43 ملي نازلة من 16 ل 7 ريال، فرشة تنظيف حديد 46 ملي برضو نازلة من 18 ل 8 ريال. دي كلها فرش تنظيف اهي، لكن بتختلف بقى الايه الحجم بتاعها. مجرفة توزيع للفحم نازلة 42% من 18 نازلة 8 ريال، 14 نازلة 8 ريال. وبكده بيخلص معانا الفيديو ده اللي هو كان على قسم اللي هو قسم الصواني وقوالب الكيك، وشوفنا برضو حاجات تانية كتير فيه. أنا طبعا يكون الفيديو ده ناس كتير استفادت منه، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، تابعونا في الفيديو القادم، لسه فيه عروض كتير جدا من كل مكان. أشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.